هنا اصغر واحد في الفرقه يعني طبعًا. هو تحس ان يعني مع ام كلثوم كنت اصغر واحد في الفرقه مع فريد برضه نفسه. باين كلهم ناس اصغر ناس انا وعمر خرشت في الفرقه الموسيقيه. الى جانب بقى الحفله دي انا فاكر موقفها ايه، كان فريد الله يرحمه غاب سنتين عن مصر، كان قاعد في بيروت وكان في غضب شويه. المهم لما رجع فلحن سنه وسنتين. الله كويس. والحفله انت عزفت في الحفله دي؟ اما هي دي الربيع، غنى الربيع وسنه وسنتين في الاول، قبلها سنه وسنتين. فانا في يعني ايه اشتغلت مع فريد بقى لحد ما بقيت اورج ولحد اخر حفله في حياته في بيروت. لا احكي لي لحظه واحده بقى. انا ما اعرفش موضوع فريد، بس انا اسمع يعني حكوا لي على اغنيه، مش اغنيه بقى سنه وسنتين، على مشاعر فريد الاطرش تجاه البلد دي. تجاه مصر اللي هي يعني بتدوب محبه وانتماء. فلما كان سافر وحشته البلد قوي جدا. فاول حفله غنى سنه وسنتين وانت يا قلبي تقوم لنا وفين يا نور العين وكذا على مصر. عن مصر بصراحة. ودبت ودابت اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين. بالظبط بالظبط. وانت كنت دي لحظه تاريخيه، ده هو تقريبا حتى الناس استقبلته استقبال اسطوري وهو بيغني الاغنيه دي. احنا خفنا لما اتفتحت ستاره على المسرح، الناس كلها في قصر طلعوا على المسرح، لدرجه كلنا خفنا وقمنا ودخلنا جوه. خفنا ده ممكن يدوزونا من حب الناس لفريد. انضميت لفرقه فريد قبل ما تنضم لعبد الحليم حافظ؟ قبل طبعا. لان اكورديون يعني انا انضميت لعبد الحليم حافظ اخر 69. اورج بقى على طول اورج، وبعدين 70 قلنا حاول تفتكرني. مرورا بقى في اي دمعه حزن لا، والرسالات تحت الماء، وكم الاوصاف فاتت جنبنا، كل ده اللي هي الاغاني عبد الحليم كلها. لحد اخر حاجه قريت الفنجان. كنت معاه مع عبد الحليم حافظ في الحفله اللي هو غالبا اتضايق من الجمهور واحتد عليهم، وقعد يقولوا عبد الحليم بيشخط في جمهوره ومغرور، كنت معاه في الحفله دي ولا لا؟ كنت معاه في الحفله دي طبعا، وانزعجنا كلنا من الموضوع، لانه عبد الحليم ما كانش عصبي. هو كان طبعا الدكتور يقول له ما فيش شغل، تقعد في البيت ما تشتغلش ولا بروفات ولا حاجه، وجاله جلطه، وبعدين الادويه بقت تتنافر مع بعضها، اللي بياخده للجلطه يخبط في الكلى، اللي بياخده للكلى يخبط في المراره، في الصفرة، وعنده الكبد، يعني كان عده امراض، الادويه كلها بتخبط بعضها. احنا قبليها كنا في باريس كويس. وحليم قال كانوا في رمضان، احنا رايحين عندنا انترفيو وهناخد مجموعه صغنطوطه جدا. مين؟ انا وعفت، محمود عفت عازف الناي، واحمد فؤاد حسن، وعبد الحكم عبد الرحمن بتاع الكونترباس، وحسن انور، بس خمس موسيقيين. فالمهم طبعا انا انترفيو ايه بقى اللي عندكم؟ انترفيو في راديو دي فرانس. رايح يعني مدعو هناك. لقاء، وطبعا اللقاء ده بالنسبه لحليم يعني انت عارفه بتسمعه العالم كله بيسمعوه. فكان حريص جدا، وفي رمضان وجاله مفاجاه. الكلام ده كانت الساعه 3 قبل المغرب. الموسيقيين كلهم نزلوا بقى يجهزوا الفطار، مش عارف يعملوا ايه وبتاع. الحفله لسه بعد بكره. فانا اللي بيشيل الاورج نزل يجيب برضه فطاره. فهشيل الاورج ازاي؟ كان الاورج بقى مش زي دلوقتي، داهيه، عايز مثلا اتنين يشيلوه مش واحد. المهم انا بقول لاحمد فؤاد حسن رحمه الله عليه، بقول له هتساعدني؟ قال لي اساعدك ايه؟ من هشيل القانون؟ اساعدك ازاي؟ فجه حليم قال لي ما حدش هيساعدك الا انا، هو تعبان ومريض، وحلف برحمه امه يشيله معايا. راح شايل الاورج معايا، انا من ناحيه ومن ناحيه، ويا حرام على السلم السكريتور اللي طالعين في الاذاعه، هو بقى يشيل من تحت. اقول له طب اطلع فوق. يعني التقل كله تحت وهو شايل من تحت. طلعنا عملنا الانترفيو ده، فمن ضمن سؤال المذيع بيقول له احنا عندنا اسلوب في الغناء هنا في الحفلات، ان لما الناس ما تحبش الاغنيه بتصفر.
تستهجن يعني. استهجان بالسفارة. انما الاستحسان بالتسقيف. انتوا عندكم السفارة دي يعني معناها ايه؟ المذيع بيسأله. قال له احنا عندنا اعجاب. قال له ازاي يعني؟ العكس، ده استهجان مش اعجاب. فقال ما خلاص ثقافة كده. ابو عبد الحليم كروت الكلام. انما بات في يقينه السؤال ده موجود جواه. فأول حفلة بعد هذا اللقاء يجي في نادي الترسانة، الصفارة تعلى جدا. فطبعا افتكر هو الانترفيو. فقال لك يبقى ده يعني رافضيني انا شخصيا لانه لسه ما غناش. فقال لهم بس بقى، ما انا كمان بعرف اصفر لما حاسس انه ايه العصبية شديدة. فقال لهم بعد ما بعرف اصفر روح مصفر. انا بعرف اصفر وبعرف اتكلم وبعرف ازعق. ها طيب، الفنان الكبير هاني مهنا مؤخرا تعرض لتجربة قاسية أيام قسوة. باختصار شديد كان في نزاع قضائي ما بينه وما بين بنك على عقار أو على شقة أو على تملكها، أو في تفاصيل كثيرة أهمل كثير هو في التعامل مع القضية، استهتر بيها بشكل كبير. في النهاية انتهى النزاع على أنه البنك أخذ حكم ضد هاني مهني، وكان لازم ينفذ الحكم. يعني القانون المحكمة بتفهمش مين أهمل إيه مين ساب إيه، خلاص في حكم وكان لازم يتنفذ. هاني مهنا تخيلوا، هاني مهنا قعد في السجن قد إيه؟ ست شهور. دي تجربة أكيد مريضة، خلاف إن هي قاسية، تجربة مهمة جدا في حياتك. طبعًا. احكي لي كده. يعني أنا ما شوف أقول لحضرتك حاجة، أنا حتة البنوك دي ما بحبش القروض خالص في حياتي. يعني خدت قرض واحد من البنك الاهلي من زمان، كنت بقى بعمل ابجريد للاستوديو بتاعي وجبت اجهزه كتير، فرديت القرض والحمد لله. قلت مش هاجي جنب البنك الا احط فلوس او اودع فلوس او اخد من فلوسي. جه انا في جزء بتاع الاستوديو، كان عندي 2 استوديو، في جزء على الشارع وجزء خلفي، فعرضته للايجار. جالي 3 بنوك مش بنك واحد، يعني مش ضروري الاسماء عشان ما يبقاش دعايه، يعني المهم 3 بنوك وبإيجار عارفة حضرتك بيتراوح من 32,000 35,000 37,000. أقل بنك فيهم كان هو البنك اللي أنا اتشكلت معاه. بعد 5 سنين المكان معاهم وخد المفتاح ودم التسليم ولجان رايحة ولجان جاية، وبعدين فاروق العودة رئيس البنك المركزي راح مطلع قرار أي فرع البنك خاص يدفع 20 مليون ضمان للمودعين. هم عايزين يعملوا 20 فرع، اذا هيدفعوا 400 مليون. فقالوا لا كده، كان بقى البنك بيتباع لسان باولو الايطالي. فالطلاينة قال لك مش عايزين فروع، احنا مختفيين بالفروع بتاعتنا دي، مش عايزين في افرع. المصريين بقى اللي هم ادوني الفلوس واتفقنا ومضينا العقد، قال لك الله الجهاز المركزي هيحاسبنا، طب احنا دفعنا فلوس ما استفدناش بيها. فجايين بعد 5 سنين ونص بالظبط يقول لي لا تعال نفسخ العقد ورجع الفلوس. قلت له ارجع لكم بقيه الفلوس، بقيه السنوات. انتوا خدتوا 5.5 ارجع لكم 3.5، وده يبقى حلال. انما ما بتاخدش حاجه تحت بيتك، تاجر مني عربيه وتحطها تحت بيتك تقول لي ما ركبتهاش ورجع لي فلوسي، ما ينفعش. رفعوا دعوه مدنيه خسروها. كويس؟ فجي الاستاذ فريد قال لي ولا تسال فيهم خلاص، هم دول ايه؟ يعني ياخدوا حقهم في المتبقي من الزمن، مش كل الفلوس، عايزين كل الفلوس. فراحوا عاملين حاجه ثانيه أموال عامة بقى، ودخلوا فيها تحريات ودخلوا يعني معلش القصد. القضاء عندنا الحمد لله قضاء شامخ وعظيم، إنما قدامه أوراق بيحكم بيها،
ما بيحكمش بالعاطفة ولا بيحكم بالقصص أو الروايات. أنا اختصرتها يا أستاذ هاني إن هو نزاع على عقار أو حق عقار، أنت ما توفقتش في إثبات حقك في النزاع. للأسف وأخذت حكم وخلاص. اللي بس محكمة النقض بقى مش فكرة الإدانة على فكرة، أنا مش مهتمة بفكرة الإدانة، لأنه خلاص أنت حتى لو في إدانة أنت سددت حق الدولة والمجتمع، ما حدش يعني لا الحمد لله ما فيش أكتر من كده، دخلت السجن. أنا اللي يهمني التجربة بقى يا أستاذ هاني، دي تجربة أنا عارفة إن هي قاسية وشديدة ومؤلمة بس تتحكي، يعني طبعا فيها صدمة بس فيها أكيد تفكير، فيها تعلم، أكيد التجربة دي خرجت منها بحاجة. لا أنا كان موقف درامي فظيع، يعني أنا رايح المحكمة يوميها على أساس رايحين فسحة، يعني موضوع غريب قوي إن بعد خلاص دخلنا على 7 سنة وعايزين فلوسهم كلها، طب إزاي؟ وحتى عملت جلسات مع البنك قلت لهم خدوا يعني ما يوازي أكتر من نص. لا عايزين فلوسهم كلهم، فمشكلة. رايح المحكمة عادي، رايح المحكمة عادي جدا، وهم خسروا قضية قبل كده خلاص بقى، فرايحين يعني بر وعتب كده. فيقوم القاضي يحكم بهذا الحكم، وزي ما قلت لحضرتك ان هو كاوراق قدامه. انت قبض عليك في محكمه؟ ايوه. يعني انت رايح بهدومك عادي؟ انا رايح بهدومي عادي، وكان عندنا مهرجان في اسكندريه وعازم فنانين وكذا وحاجزين بالليل، قلت لهم بس رايح مشوار القاهره وراجع على طول. فالقاضي راح خابط الحكم ده. انا بقول لحضرتك يعني هو مش عيب القاضي، هو مش حكم، عارف حضرتك الاوراق قدامه والتحريات وبتاع، في حاجات يعني خلاص لنا الله. فالمهم لما حكم الحكم ده، تعالي شوف المشهد ده بقى، في القفص في ناس واخدين جنيات 20 سنه واللي واخد 15، مخدرات وقتل وكذا، يعني في تخيلي واحد منهم انهار لما انا اخدت الحكم، ما انهارش لما هو خد ال 20 سنه. انا عايز اخد الخمس سنين بتوعك، انا واخد 20 خليهم 25، ويعيط ونهار. ده اللي خلاني النهارده انهيار بجد يعني. خلاص خلصنا وصلت ربنا. خلصنا ايه يعني قالوا لك انت لازم نحط الكلبشات؟ لا مفيش كلبشات، هو الحمد لله طلعنا، جابوا لي يعني ماموريه خاصه وخدوني على طرف في مزرعه تره كويس. رحت لقيت جمال وعلاء هناك وحبيب العدل، يعني كان في هو انت اتحبست في ايوه معاهم في الحته دي معاهم. طبعا يعني ربنا كان سطر. لا ده انت بتوصي عليك جامد. ربنا كان ستار. بس والله شوفي لا طبعا انا اقول لحضرتك على حاجه، طبعا المشهد ده حاجه تهون عليك جدا الموضوع، بس برضو إيه حياتك بالذات إيه، انت فنان والعيشه لطيفه وسهر واغاني وفن وكل اصحابك بيحبوا الحياه وبيحبوا المتعه، فجاه تبقى في السجن في الزنزانه. احكي لي عن حياتك في السجن. انا اقول لحضرتك حاجه، انا اكتسبت من الموضوع ده ابتلاء الله ده كان حاجه عظيمه جدا بجد بجد، يعني مش موضوع ان انا مش هتملق ربنا سبحانه وتعالى، اعوذ بالله. يعني مساله ان كان يتقفل عليا الباب الساعه 5 كويس، مع ان احنا قبليها بنلعب رياضه الجامع اللي عمله هناك هشام طلعت مصطفى، الجيم اللي عمله احمد عيس، يعني في رفاهيه برضه. انا بصراحه من الصبح انا هضحك في رفاهيه، في رفاهيه، انما الساعه 5 يتقفل عليك الباب لحد الساعه 7 الصبح، دي ما فيش قدامك حاجه تانية غير انك بتقري قران، بتصلي الوقت بوقته كده على طول. انا كنت بصلي يعني في حياتي، انا بصلي جمعه طبعا في الجامع، وانما كل يوم ما انزلش من بيتي الا لما اصلي خلاص، بس ما بصليش الخمس فروض. من ساعتها بصلي الخمس فروض، من ساعتها بقرا سوره ياسين كل يوم وسوره الكهف يوم الجمعه، يعني في طقوس اتعملت. انا حاسس ان ربنا اداني العقاب ده عشان اقرب ليه، ان هو بيحبني، هو مش بيبعد عني، بالعكس هو بيحبني فعايز يقربني ليه. فخدت من هذا المنطلق منظومه ما كانتش في حياتي بصراحه، وحسيت انه فعلا في حاجات بتتعمل يعني المفروض في جوائز باخدها في الحياه. هاني مهنا، انك دخلت السجن دي حاجه عايز تنساها وتمسحها، ولا لا عايز طول الوقت تبقى فاكرها
لان هي لا دي جميله والله، انا والله العظيم جميله. هي دي اللي جميله والله العظيم. اصل اقول لك ليه، المتعه ان انت مش انت خلاص بتفتكري حاجه وحشه، انما كان اللطف اللي فيه كان شيء جبار. اولا انا كنت بلعب رياضه كل يوم ما بعملهاش دلوقتي. ايه موضوع الجيم اللي عامله احمد عز في السن ده؟ عامل جيم حلو قوي قوي وادوات وعجل واجهزه يعني وبتاع. عندك يعني تبرع بيه للسجن يعني. طبعا طبعا كله بيتبرع، كله تبرع. وعند القاعه بتاعه بلياردو، وعندنا فولي، وعندنا كره قدم. مين اللي عامل البلياردو بقى؟ كره قدم، كنا بنلعب كره قدم كل يوم. طب انا ما بلعبهاش كل 10 شهور، كنت بلعب كل يوم. فاذا ربنا يعني اداني ابتلاء. طب قول لي، قول لي ان زنزانتك مثلا كان فيها حد برضو مهم فموضبها لك. ايوه قول لي. مهندس احمد نظيف، دكتور نظيف. ايوه كان يعني كان كان احمد فتحي السروري في اللي جنبي. يعني الطقم ده كان في زكريا عزمي وفي كذا، الطقم ده كله في المنطقه دي. انت دخلت التاريخ يا استاذ، مش دخلت السجن. لا 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 يعني حقيقه بقول لحضرتك الواحد اللي اكتسبه ده. انت هتحكي بقى، هتكتب كتاب مذكرات بقى. طبعا. طيب على سيره الكتب اللي جنب استاذ هاني مهنا، ده واحده او واحد من الكتب او رسائل الماجستير اللي اتعملت في طريقته في العزف، ودي كمان ما اتعملتش كتير. التأليف الموسيقي، في التأليف الموسيقي. دي حاجات يعني ما اتعملتش لناس كتير. اكيد انت فخور ومبسوط ان اتعملت ثلاث مرات يا مدام. ثلاث مرات اتعملت، سنه 95 اتعملت، 2002 اتعملت، سنه 2015 في اخر في شهر ديسمبر اللي فات. ده ماجستير في اسلوب هاني مهنا في اهو. اسلوب هاني مهنا في الموسيقى الفيلم. والدارس عرض سبع تجارب ليا من 99. حتى الدكتوره اللي بتناقشه قالت له دي انا حاسس دي رساله دكتوراه مش ماجستير. طب خفف شويه الافلام، خليها ثلاثه اربعه. قال لها لا انا متمسك بالسبعه. ده دول اقل من 10%، لان هاني عمل 99 فيلم، فالمفروض لو احط على الاقل 10 افلام او 9 افلام، انا حاطط سبعه. واصر وخد امتياز ما مرتبه الشرف. يعني ده شيء، ده كان تالت رسالة. يعني اكيد الرسائل دي بتضيفها للجوائز المهمه اللي انت حصلت عليها. الحمد لله. يعني الحمد لله. لا انا دي حاجات ما انا زي ما بقول لك، ربنا شوفي لما بيبتليك بشيء اكيد في استعاضه في حاجه تانية. لازم، استحاله تبقى الدنيا سودة على طول، استحاله. عشان كده مش زعلان. اعمل لنا حاجه صغنونه كده. هات يا سيدي الميكروفون، الميكروفون ده اصلا. فيها حاجات كتيره، حاجات مؤلمه وحاجات بتثير الفخر وذكريات جميله زي اللي حكيت لنا عن بعضها النهارده. هاني مهنا اسم مهم في عالم الموسيقى، اسم مهم مع كبار القامات الغنائيه اللي توالت على مصر، اسم مهم في صحبته ومع اصدقائه ومع روحه الطيبه اللي دايما بيتقال عنها المقربين. الحمد لله رب العالمين. بشكرك شكر جزيل. أنا بشكرك. وبتمنى لك كل السعاده. مصلحة
لان انا ما اشتغلش الشغلانه دي خالص. قررتي انك تقولي كل حاجه. اتجوزت بعقلي جدا في 12 يوم، ووالدتي قطعتني تماما لمده 7 شهور. انتوا مش قادرين تكملوا مع بعض وانت قررتي تتطلقي. ابعد عني من غير ما انا اذيك ولا تاذيني. اضطره انك تعترفي انك متجوزه. زوج دي يستاهلها يعني حد احسن بكتير. ليه اول ما عرفت المسج دي ما كدبتيهاش؟ حاسه كده انه مهما قلت الناس مش هتصدقني.